السلام عليكم زبناء الكرام، مرحبا بكم في واحد فيديو جديد ان شاء الله. كما وعدناكم راه دائما الجديد ودائما الهوتات ودائما السلعه النقيقيه والاسمنه جد مناسبه. مرحبا بالزبناء الكرام ديالنا. بالنسبه للعنوان ديالنا كنتواجدوا مدينه فاس مونفلوري واحد، جنبنا كاين واحد الشارع تما راه معروف شارع الكرامه. كتطلع حتى الا جيتي على طريق صفر وكتطلع على الراس ديالو كتلقى الفضيله قبالتها كاينه واحد اتساعه 207 واط، كتم جاي معاها شي شويه كتلقى مدرسه معركه بوغافر. حنا قبال في المدرسه مباشره بسم الله وعلى بركه الله. غير بالنسبه لهذا الفيديو ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، الوقت ديالو نهار 3 في شهر 1، 3 في شهر 1 هو النهايه ديالو. هو راه ابتداء من غدا ان شاء الله، غدا الخميس يعني راه مطلق ابتداء من غدا، والتالي ديالو هو نهار 3 في شهر 1 جايه بالاربع، النهايه ديالو ان شاء الله هو الاربع. مرحبا بالزبناء الكرام ديالنا. ومسبه دابا غندخلوا لكم البرومو ديالنا مباشره، يعني تبارك الله راه كله مفاجات وكله سلعه فيه نقيه. جبنا لكم هذا المونينكس بريما بالكاز العطريه ديالها، شي حاجه روعه اخر ما كاين. الثمن ديالها راه دايره 350 عند اواني ريان، 160 درهم 3200 ريال. عندنا هادو ديال الزاج حتى هما بريما شي حاجه روعه اللهم بارك. عندنا الثمن ديالها هذه راه دايره 170 درهم 3400، والكاز العطريه معاها والكاس الدجاج الفوق ديالها. مرحبا بالزبناء الكرام ديالنا. عندنا هذه حتى هي مارك المانيا شي حاجه روعه، شي حاجه اخر ما كاين. الثمن ديالها راه دايره تقريبا حتى هي 350، وعند اواني ريان حصريا 3200 ريال 160 درهم 3200. الوحش الالماني راه دائما كنجنوا يعني كنوفروه للكليان ديالنا العزاز بالكاس العطريه وشي حاجه حذاري من التقليد. وعندنا الانوكس وشي حاجه الواط شي حاجه اللهم بارك 3000 واط. ومسبل الاثمنه راه كتبقى هي 200 درهم، الثمن ديالو 500 درهم، حنا دايرين له 200 درهم وحذاري من التقليد. وعندنا هذا المونينيك جديده غرانيت شي حاجه روعه اخر يعني عاد جديده يلا حطيناها، الثمن ديالها راه دايره 350 400 درهم، عند اواني ريان 160 درهم 3200 ريال زائد كاس العطريه والكاس راه ديال الزاج. مرحبا بالزبناء الكرام. جبنا لكم هاد الهاشوار، هادي جوج يطرو جوج يطرو لذيذه، ثلاثه د البطونات شي حاجه اللهم بارك، كاس الزاج وكاس اينوكس. بالنسبه للمواس راه خمسه وزائد هذا سته، وفيهم اربعه ديال اللي فيهم اربعه ديال الشفراس فيهم جوج. مرحبا بالزبناء الكرام. هي السته ديال هذا وجوج جلدات، الثمن ديالها راه دايره 170 180، حنا عند اواني ريان 130 2600 ريال 2600 ريال. وراه دائما الجديد عندنا هذه عاوتاني شي حاجه في حله جديده شي حاجه روعه. جوج كيسان ديال الاينوكس. بالنسبه للمواس راه السته ديال المواس فيهم حتى هما اربعه الشفرات، وجوج ديال الشفرات منهم ثلاثه وجوج ديال اربعه الشفرات منهم جوج، والطراب ديال البيض. وبالنسبه راه حاجه جديده وجوج كيسان ديال الاينوكس واحد زائد واحد كلهم اينوكس، الثمن ديالها 150 درهم 3000 ريال. بالنسبه لهادي راه ثلاثه يطرو، وبالنسبه لهادي عاوتاني كاس الزاج وكاس اينوكس فيها السد المواس، الثمن ديالها 140 درهم 2800 ريال، دائما الثمن ديالها هو هو. وعندنا هاد الغلالي ديال الضو شي حاجه اخر ما كاين بريما جديد، هادشي راه الجديد، الثمن ديالهم 160 درهم 3200، والثمن الحقيقي ديالهم 300 درهم. مرحبا بالزبناء الكرام. بالنسبه لهذا الدجاج راه مخليينو للكليان 100 درهم، دائما 150 حنا دايرين لكم ليه 100 درهم 2000 ريال. بالنسبه لهذا البرارد راه لقاو اقبال كبير تبارك الله، الثمن 100 درهم 90 درهم 80 درهم. مرحبا بالزبناء ديالنا. بالنسبه لهذه جوج ترموسات، جوج ترموسات واحد زائد واحد 60 درهم 1200 ريال. بالنسبه لهذا البريق هذا ديال الدجاج شوف الصفايه ديالو شي حاجه روعه، الثمن ديالو 50 درهم 1000 ريال. وعندنا هادو ديال الثلاجه شوف تبارك الله اللهم بارك فيهم الكري والبيض شي حاجه روعه، الثمن ديالهم 70 درهم 1400 ريال. راه هاد البرومو كله جديد. جبنا لكم هاد الخمسه ديال البياسات شوف تبارك الله، خمسه ديال البياسات ب 110 ديال الدراهم 2200 ريال، راه دائما الجديد عند اواني ريان. عندنا هاد القريعه راه دائما الثمن ديالها 15 درهم كيبقى هو هو. جبنا لكم هاد الميكسور ايليت شي حاجه روعه، الثمن 100 درهم لا غلا عليك مسكين 2000 ريال، كيدير 130 حنا عندنا 100 درهم. هاد الطراب راه لاقي اقبال كبير ديال بريما شي حاجه روعه ما كيسخنش، الثمن ديالو 130 درهم 2600 ريال. مرحبا بالزبناء ديالنا.
عندنا هاد الاربعه ديال ديال القراعي ديال الخشب الثمن ديالهم 100 درهم، اربعه ديال القراعي 100 درهم، اربعه 100 درهم. عندنا هادو 90 درهم بالسيبوره ديالهم وثلاثه ديال القراعي كبارين الثمن ديالهم 1800. عندنا هاد الطويجن هذا 60 درهم 1200 ريال. عندنا هاد المماس ثلاثه ديال اللوينات فيهم المقده وفيهم المميسات وقشاره البطاطا والمقيس كل شيء فيهم موجود الثمن ديالهم دايرين 300 درهم. عند اواني رايان 230 درهم 4600 ريال. عندنا هاد الترموس حله جديده شي حاجه روعه 20 درهم 400 ريال. عندنا هذا 60 درهم وعندنا هذا 70 درهم وعندنا هذا الكبير بربته هو ب 70 درهم. مرحبا بالزبناء ديالنا. وعندنا الطويجنات راه حنا رجعناهم للكليان ديالنا 20 درهم 400 ريال. عندنا هذا تبارك الله اللهم بارك شي حاجه الجديد 70 80 درهم 16%. وعندنا هذا ب 70 درهم 14%. مرحبا بالزبناء ديالنا. وعندنا هادو 320 درهم 2400 ريال. عندنا هاد المبيخرات هادو شي حاجه في حله جديده شي حاجه روعه ثمن 50 درهم 1000 ريال. لا غلى عليك مسكين ثمن 1000 ريال. مرحبا بالزبناء ديالنا. عندنا هادي 20 درهم بالسيبوره ديالها شي حاجه ديال الفاكهه اي حاجه كدار فيها ب 20 درهم. عندنا هادو د المعالق في الذهبي ما كيكحالوش شي حاجه روعه 25 درهم. عندنا هاد البراد كبير جبناه لكم دابا ب 1000 ريال 50 درهم معدن ما كيتقشرش. وعندنا هذا كيطيب على العافيه ب 50 درهم ب 1000 ريال. وعندنا هادو كاملين كيطيبوا على العافيه شي حاجه بريستيج واعره وشي حاجه زوينه الثمن ديالهم 70 درهم بثلاثه بهم 1400 ريال. مرحبا بالزبناء ديالنا. عندنا هادو جوج مقالي غرانيت ثقالين بونومي 180 درهم وفيهم اللوان. مرحبا بالزبناء ديالنا. ومسبان ديما ننتظروا ديما المفاجات عندنا في هاد البروموات ديالنا. دابا ان شاء الله نمشيو للبرومو الثاني عاوتاني. عندنا هاد البلاطو فيه المدور والاوفال الثمن ديالو 16% والثمن الحقيقي 2600 اللي راه داير. مرحبا بالزبناء ديالنا. وعندنا هذا جبنا لكم هذا البلاطو جديد راه كان داير شي 70 درهم دابا 40 درهم 2800 ريال 40 درهم فيه اللوينات راه كاين لوينات اخرين مازالين. عندنا هادو 6 عندنا هادو 6 ب 50 درهم 6 ب 50 درهم ديال الكريستال. مرحبا بالزبناء ديالنا. وعندنا هادو 6 ديال الكيسان ب 20 درهم 6 ب 20 درهم. مرحبا بالزبناء ديالنا. عندنا هادو جوج ب 110 ديال الدرهم شي حاجه واعره بريستيج ب 110 2200. عندنا هادو 6 شوف اللهم بارك هذاك الشيء غزال تبارك الله سلعه زوينه وحذاري من التقليد. عندنا هادو 90 درهم 90 درهم راه حاجه مزيانه والثمن حتى هو جد مناسب. راه حنا كنجيبوا لكم الحاجه كاليتي والثمن زوين. شبيكات ب 20 درهم 400 ريال كويسات عاد جاوا جدادين شوف اللهم بارك دايرين 120 130 عند اواني رايان 60 درهم 1200 ريال. لا غلى عليك مسكين. عندنا هادي فيها 6 والطبيصلات ديالها 55 درهم 1100 ريال 1100 ريال 6 ديال الجبيبنات و 6 ديال الطبيصلات 1100. مرحبا بالزبناء ديالنا. عندنا بلاطويات 1 زائد 1 الثمن ديالهم 170 درهم فيهم الزواقات بزاف. مرحبا كل البرومو ديالنا كله مفاجآت كما عوضناكم ان شاء الله الرحمن الرحيم 20 درهم بالا والموت. عندنا هاد القباط هذا 13 درهم. عندنا هادي ديال الثومه حكاكه 10 دراهم. مرحبا بالزبناء ديالنا. شوف اخويا السي محمد دائما المفاجآت. هانت اربعه ديال البياسات ثقالين اربعه ديال البياسات شوف الكبير وفيهم هما اربعه الثمن ديالهم راه دايرين 150 درهم 200 درهم عند اواني رايان 60 درهم اربعه ديال البياسات ب 60 درهم 1200 ريال 1200 ريال. وعندنا هاد المقله اللي دايرين لها 5000 5400 عند اواني رايان الكرانيت حرشه الملاوي اي حاجه الثمن ديالها 200 درهم الكبيره ب 4000 ريال. وعندنا هاد الجبيبنات هادو بالسيبوره ديالهم 30 درهم 600 ريال الا غلى عليك مسكين. عندنا هذا عندنا هاد البلاطو مدور شي حاجه روعه 35 درهم 700 ريال لا غلى عليك مسكين. عندنا اربعه د الكيسان ب 20 درهم 4 ثلاثه الكيسان ب 20 درهم شي حاجه بريستيج بالرجيله واعرين الثمن ديالهم 20 درهم. عندنا هادو 13 درهم
13 درهم. مرحبا بالزبناء ديالنا الكرام. عندنا هذه ب 25 درهم، الكبيره ب 25 درهم. عندنا هذه ديال الماكله الوليدات 30 درهم بالقريعه والطاسه الماكله. عندنا هاد القرعه ب 25، وعندنا هذه ب 20 درهم. حذاري من التقليد، راه حاجه مزيانه وسلعه نقيه. وعندنا الصغيره ديالها ب 13 درهم، وعندنا هذه كبيره 3 يطرو ب 25 درهم، وعندنا هذه زيزوا غرانيت واعره شي حاجه اخر ما كاين 50 درهم 1000 ريال. عندنا الساد الكيسان ما كيطرطقوش 15 درهم 15 درهم. مرحبا بالزبناء ديالنا الكرام. عندنا هذه ديال القهوه 13 درهم 260 ريال. مرحبا بالزبناء ديالنا. عندنا هادو ديال البانكيك وديال شي سندويتش شي حاجه واعره، الثمن ديالها غرانيت شي حاجه روعه 60 درهم. لا غلا عليك مسكين، راه دايره 100 درهم. وعندنا هاد المول هذا الكرانيت شو شي حاجه روعه، الثمن ديالو 50 درهم 1000 ريال. مرحبا بالزبناء ديالنا. ثلاثه د المولات الكرانيت ب 60 درهم، لا غلا عليك مسكين. عندنا ثلاثه د المولات اللي دايرين لهم 70 درهم، عند اواني رايه 50 درهم. عندنا مول الكرانيت ديال مادلين 12 حبه 18 درهم. عندنا هاد المعالق هادو شي حاجه واعره ذهبي شي حاجه زوينه. ها انت خويا فيهم معالق لمواس الكبار الصغار الكبار، المهم السيري كله موجود. الكبار 30 درهم، الصغار 25 درهم، والمواس 35 درهم. مرحبا بالزبناء الكرام. وعندنا تافه الزواقه هاد السيري كله اللهم بارك كاين موجود. عندنا هاد البالا والموسى، عندنا البالا ديال الشطابه 13 درهم 260 اخر ما كاين شي حاجه حله جديده دائما كنفكروا في الكليان. عندنا هذه المعالق 13 درهم دايره 20 درهم. عندنا هادو ثلاثه د ليمون ب 100 درهم، ثلاثه ما نقولكمش 150، ثلاثه د ليمون ب 100 درهم. راه المول طويل ومدور ومدور 100 درهم 2000 ريال. وزيدت هادو ب 100 درهم غرانيت، هادشي ثقيل ماشي لهاد. عندنا هادو ديال الحمام سرابز الحمام ها هما 100 درهم. شوف تبارك الله شي حاجه كنجيبوا لكم شي حاجه زوينه والسلعه نقيه. راه النقا جيب النقا سيدي، النقا 100 درهم 2000 ريال. وعندنا هذا الفران تبارك الله اللهم بارك، الطبيصل ديالو 12 لتر ومسبل الثمن ديالو 200 درهم، يعني اثمنه راه ما كايناش حصريا عند هواني رايه. كنقولوها ونعاودوها، وتا السلعه راه ما كايناش عند شي حد. مرحبا بالزبناء ديالنا. وعندنا هذه العجانه فيها القري وفيها الباج وفيها الكحل، والثمن ديالها راه دايره 1300 1400 عند اواني رايان حصريا 750 درهم، 15000 ريال عند يعني كتواجد عند اواني رايان. مرحبا بالزبناء ديالنا. وعندنا زيد اخويا اسمو محمد، وعندنا راه كله مفاجآت كما كنعوضوكم كله مفاجآت. عندنا هادو على ثلاثه شي حاجه واعره ميكل مزيانه 50 درهم 1000 ريال، وعندنا هادو على ثلاثه 35 درهم فيهم الابيض الكحل والقري. مرحبا بالزبناء. عندنا تبارك الله السوبر الجديد شي حاجه روعه اخر ما كاين كنجيبوه للكليان ديالنا، وفيهم الزواقات عندنا بزاف ما لقيناش كنديروا نبينوا لكم كل شيء. الثمن ديالهم 70 درهم 14100 ريال 14100 ريال. مرحبا بالزبناء ديالنا. والقلايه الهوائيه راه دائما موفره عند الكليان ديال موفرينها للكليان ديالنا بالنسبه ل 8 و 10. مرحبا بالزبناء ديالنا الكرام. عندنا هذه 8 يترو 8 يترو راه بالصفايل داخل شي حاجه اخر اينوكس شي حاجه باصاماس، الثمن ديالها 15000 ريال بالنسبه ل 8 يترو، وبالنسبه ل 10 يترو 900 ريال 900 درهم 18000 ريال. اسمحوا لنا الزبناء ديالنا راه حنا عينا. مرحبا بالكليان ديالنا، ونتمناو ان شاء الله كلشي يزور المحل وكلشي يدير لنا متابعه وديروا لنا جيم وديروا لنا البارطاج. وبالنسبه للاثمنه راه جد مناسبه في اي حاجه، والسلعه راه كنجيبوا لكم الكاليتي يعني شي حاجه روعه. حذاري من التقليد راه كنقولها وكنعاودها، راه دائما اواني رايان كيجيب السلعه النقيه. ومسبه الباج ديالنا راه تابعونا على الانستغرام الفيسبوك تيك توك، والنمره ديال الواتساب راه كاينه على الشاشه. ومرحبا بالزبناء ديالنا، ونتمنى كل شيء يجي يستافد من هذا البرومو هذا ان شاء الله. راه الاخر ديالو هو 3 في شهر 1. مرحبا بالزبناء الكرام ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.